طيب خلصنا كلامنا على الدوري الانجليزي، نروح بقى على السوبر الافريقي، الاهلي الزمالك والترجي، شايفه ازاي؟ الزمالك وهو في حالته يقدر يكسب اي حد، طبعا فريق الترجي فريق محترم. الزمالك جاهز دلوقتي؟ الزمالك جاهز، لعيبته كويسه، كارتيرون بيعمل روتيشن في ريسك كبير جدا في ماتشات الدوري، ولكن وبيريح لعيبه في اوقات صعبه، ولكن الشهر ده شهر مهم جدا للزمالك. تتكلم على الترجي، تتكلم على اهلي الزمالك، اهلي ترجي في النص في ماتشات دوري صعبه حازم، صعبه طبعا، بس ميزه السوبر يا سيف ان هي بطوله في 90 دقيقه، صح؟ انت مش عايز تقعد ست شهور تلعب عشان تاخد بطوله، هو 90 دقيقه بس، المشوار بعد كده صعب. مش مشكله، انا بكلمك الزمالك عنده سوبر وسوبر في اسبوع واحد، بطولتين، انت هتلعب 90 دقيقه، مش تلعب 10 ماتشات تاخد بطوله، 90 دقيقه. اللعيبه لو في 90 دقيقه دي مركزه وبتلعب صح وموت نفسها عشان تكسب بطوله في 90 دقيقه، مش صعب على نادي الزمالك انه يعملها، لا في السوبر الافريقي ولا في السوبر المصري. انك تلعب 90 دقيقه، ودي ماتشات زي كاس، تلعب فرقه صغيره بتكسب فرقه كبيره ليه؟ عشان هي في 90 دقيقه دي كانت احسن، مش في السبع شهور، مش لازم تبقى كل السنه انت احسن، لكن في الماتش ده انت احسن هتكسب. عشان كده مش لازم، زي كان وحش في الدوري فمش معناه كان يخسر السوبر، لا، الماتشات دي هو حالتك في الماتش ده، تركيزك في الماتش ده، انت عايز الماتش ده ولا لا. لو الزمالك عمل كده في ماتش الترجي وماتش الاهلي ممكن ياخد بطولتين في شهر، وتلاقي السنه ماشيه بعد كده بشكل مهم جدا جدا، لان انت انا شايف ان الزمالك احوج حاجه للبطولتين دول ان الدوري الناس عماله بعد، والدوري وعنده مشكله في الدوري كبيره، لكن دي هتخلي ناس كتير جدا ترجع تقول الزمالك جامد لو كسب البطولتين دول في اسبوع.